إذن متابعينا ومشاهدينا الكرام، شوطنا 13 ينطلق المخصص للجذاع البكار، ويتبقى بإذن الله تعالى بعد هذا الشوط شوطين ومن ثم يستل الستار على هذه الأشواط الصباحية. ولكن بإذن الله تعالى لنا موعد مع أشواطنا المفتوحة وأشواط المساء، أشواط هذه الأمسية التي ستنطلق بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية ظهرا، ولكن التحضير سيكون لأول الأشواط في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم. نبدأ ونتعرف مع صوغة من تحتل المركز الأول، لمحمد بن سعيد أبو عامر الخيارين من تحتل المقدمة وتسيطر على المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني، الوضيحية لسلطان بن سند المسيفري الهاجري على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، تتواجد هنا التماس لصالح بن حنظل المري، هذا شعار حاصل على نقاط في هذا المحلي وخاصة معنا في أشواط الحقائق وفي أول أشواط الحقائق الذي فاز به هذا الشعار. نتابع وإياكم المركز الرابع، تصل قادة، هذه قادة من تحتل المركز الرابع، سعيد بن محمد بن قحيز المري من تحتل المركز الرابع، خيرت واحتلت المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، تتراجع الوضيحية لسلطان بن سند المسيفري الهاجري، وعلى المركز الخامس الوصول هنا من الفائزة لفرج بن مبارك بن حفيظ من تحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط والانطلاق الأول، الصدارة والمقدمة لا زالت الأمور هنا مع صوغة مع محمد بن سعيد أبو عامر الخيارين. هذه صوغة، صوغة مشاهدينا الكرام، وشعار أبو عامر معروف هذا الشعار، وكذلك أيضا الإنتاج المعروف لدى أبو عامر الذي له صولاته وجولاته. يا سلام يا سلام، هذا هو أبو عامر مع المقدمة مع صوغة محمد بن سعيد أبو عامر الخيارين مع المركز الأول مع القيادة الحكيمة، بينما تليها على المركز الثاني التماس صالح بن حنظل المري من تحتل المركز الثاني، ولكن هنا دخول وتسلل من قادة سعيد بن محمد بن قحيز المري على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. يصل هنا في هذه اللحظات شعار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع سهرة، الله، وصلت سهرة على المركز الرابع، غيرت من المركز الرابع إلى المركز الثالث. أما المركز الخامس فتتواجد هنا شديدة لصالح بن مسلم بن عقيل المري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا، يا سلام يا سلام، صالح بن مسلم بن عقيل المري من يتواجد مع المركز الخامس، غيرت شديدة من المركز الخامس إلى المركز الرابع، وعينها على الناموس، فالك الناموس يا أبو فيصل، فالك الناموس يا أبو فيصل. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة لا زالت مع صوغة مع محمد بن سعيد أبو عامر الخيارين مع المركز الأول مع الانطلاق المتميز في هذه اللحظات. يا سلام، دعنا شديدة في المركز الخامس وقيرت مباشرة إلى المركز الأول. يا سلام يا مرحبا بشديدة، صالح بن مسلم بن عقيل المري هو المالك لشديدة، هو المتابع لشديدة. أبو فيصل هنا يتواجد مع القيادة الحكيمة، ولكن هنا أبو عامر هنا على المركز الثاني مع صوغة محمد بن سعيد أبو عامر الخيارين، ومن الجانب الأيمن سهرة مع شعار أبو زايد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع سهرة ومع انطلاقة سهرة
وعلى المركز الرابع وصلت هنا غادة سعيد بن محمد بن قحيز المري، وعلى المركز الخامس يا سلام تصل هملولة مع محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أبو زايد هنا متواجد مع الدكتور محمود بن محمد الوهيبي، يتواجد بثنتين. يا سلام الله. نعود وإياكم مشاهدينا الكرام مع هذا الشوط الاستثنائي وهذا الشوط المميز، هذا الشوط الذي بتشاهدون فيه بإذن الله تعالى المنافسة حتى الرمق الأخير. يا سلام بكون هذه الأسماء العملاقة وكون كذلك أيضا هؤلاء المشاركين بأسماء متميزة. 1500 متر كيلو ونصف الكيلو على ناموس هذا الشوط، لا زالت الأمور مع شديدة والركض فيه شدة يا بن عقيل صالح بن مسلم بن عقيل المري، مع شديدة اللي تحتل المقدمة. ولكن هنا هملولة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث من الجانب الأيمن تتواجد هناك من الجانب اليمين من تصلنا في هذه اللحظات، تصل في هذه اللحظة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ملاذ تعود ملكيتها لحزام بن محمد الزعبي على المركز الثالث. من تتواجد ملاذ على المركز الثالث وعلى المركز الرابع، الوجود هنا من عالية شنار بن محمد الهاجري، وعلى المركز الخامس شعار ملحان بن راشد بن حبيبة على المركز الخامس. ولكن نعود مع بن عقيل هنا مع شديدة صالح بن مسلم بن عقيل المري. الله الله الله، شوفوا شعار ملحان بن راشد بن حبيبة مع العنود انطلقت العنود شديدة مع المركز الأول. يا جماعة شديدة لم تصدر عليها الأوامر، لم تصدر عليها التعليمات، بدون أي تعليمات من ذاتها بذاتها شديدة. يا جماعة شديدة مع المركز الأول. الله شديدة ملاذ مع حزام بن محمد الزعبي مع ملاذ. يا سلام ملاذ مع هذا الشعار المميز مع شعار الزعبي. ولكن عادت شديدة عادت مرة أخرى. الله شديدة وملاذ، ملاذ وشديدة، شديدة تعود شديدة. صالح بن مسلم بن عقيل المري مع شديدة. الله الله الله، سلام بن عقيل، سلام، تحياتنا وتقديرنا بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. شديدة تحقق هذا الناموس وهذه النقطة الثمينة. المركز الثاني ملاذ حزام بن محمد الزعبي، المركز الثالث العنود راشد بن ملحان بن حبيبة المري، المركز الرابع تصل عالية لشنار بن محمد الهاجري، المركز الخامس وصلت خادة لسعيد بن محمد بن قحيز المري. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، كما نهني صالح بن مسلم بن عقيل المري على فوز شديدة وتحقيقها بهذا الناموس بدون أي تعليمات بدون أي أوامر. تحقق هذا الناموس وتهدي لابن عقيل هذا الناموس، نهنيه كما نهني ابنه المتميز دائما وأبدا والذي دائما يقف وراء هذا الشعار فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. هذه لحظة وصول شديدة عند انتزاعها ناموس هذا الشوط، 8 دقائق 5 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن مسلم بن عقيل المري. أما المركز الثاني فوصلت ملاذ 8 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحزام بن محمد الزعبي. المركز الثالث تصل هنا غادة 8 دقائق 16 ثانية أو 8 دقائق 6 ثواني 10 أجزاء من الثانية. تهانينا أو 8 دقائق 8 ثواني 10 أجزاء.